نظمت القوات المسلحة عددا من الزيارات الميدانية والتثقيفية لوفد من الملحقين العسكريين المعتمدين، حيث بدأت الزيارات بزيارة ميدانية لقاعدة غرب القاهرة الجوية. تفقد خلالها الوفد القاعدة ومنظومة العمل بها ومدى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتعظيم القدرات التدريبية والقتالية للقوات الجوية بما يمكنها من تنفيذ أي مهام توكل إليها. كما تفقد الوفد متحف القوات الجوية والذي يعد أحد أبرز المتاحف العسكرية. أعقبتها زيارة لمركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة، حيث تعرف الوفد على مهام ودور المركز لخدمة القطاعين المدني والعسكري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.